عندنا كمان نقدر نقول انك انت لما تبقى نايم وشايف مثلا ايه نفسك لابس لبس جميل فاخر كده وحلو وحاسس كده بارتياح نفسي وهدوء وقايم من النوم سعيد، ده معناه سعادة. انك انت تشوف نفسك لابس حاجة كده كلها نقدر نقول فرو وريش وحاجة كده جميلة كده، ده نوع من أنواع السعادة، لأن ده غنى. والغنى يا جماعة أو الثروة أو الفلوس لطبقات كتير من الناس بتوحي بالسعادة، لأن الفلوس النهاردة إحنا مش عايزين نقول إن هي مش كل حاجة، هي صح مش كل حاجة، بس بتحل 3/4 مشاكل ناس كتير. فلما بيقوموا بيحلموا إن هو ممكن يبقى في يوم من الأيام عنده ثروة أو عنده مال أو عنده رزق، فده بالنسبة له بيمثل نوع من أنواع السعادة.